المدرسة كانت بالنسبة لي عذاب لا أنسى، وحينما أرى القسوة أكثر من اللازم تعرضت أنا لحالة من الحالات، فقررت أن لا مهرب من هذه القسوة إلا الهروب من المدرسة كلية. فقررت في سوق يوم الأحد الكبير والسيارات تذهب إلى الطائف تذهب إلى الرياض وكذا، لكنما قررت أني أذهب إلى الطائف، وتقريبا عمري مثل ما يعني ربما كان 9 سنوات. فقررت أني أهرب بطريقة احتيالية. قابلت الوكيل الشرعي علينا في السوق، قلت له يا عم علي أنا بحاجة، أمي تقول بحاجة إلى بعض أغراض وتحتاج إلى 10 ريالات. يعني الرجل قال خذ هذا المبلغ. أجرت بأربع ريال من هذه 10 ريالات أجرة الوايت الذي ظهرت على يعني ركبت على ظهر الوايت في ظروف عجيبة جدا. وصلت إلى مدينة الطائف، أنا ما أعرف أين سأذهب، يعني أعرف رجل من أبناء قريتنا مسافر من زمان وهو في الطائف ويعمل، أسمع أعرف أنه يعمل سقاء. فذهبت إلى أماكن بيع المياه فين تجمعون السقائيين يأخذون المياه، فسألتهم قلت ألا تعرفون فلان بفلان؟ قالوا لا نعرفه. قلت كيف أقدر أشوفه؟ قال هو ذهب ليوصل زفة من الماء إلى عميل وسيعود قليل بعد فترة. جاء الرجل لا يعرفني ولا أعرفه، فقلت له قالوا الأخوان اللي سألتهم عنه هذا الولد يسأل عنك. لما جاني قال لي أنت مين؟ قلت أنا فلان ولد فلان. قال لي طيب أهلا وسهلا، إيش جابك في هالمكان؟ كان كريم أيضا، ما حب يسألني أسئلة تجرحني لأني في وضع نفسي متوتر ما أدري ماذا أعمل. بطل هو شغله وأخذني إلى مكان سكنه، وسم مكان سكنه عجيب جدا يعني في منطقة يسمونها الحفر في الطائف. فهذا الرجل أكرمني ولا سألني حتى كمان لماذا، لأنه يعرف أنه لو سألني ربما أنهار باكيا ولا شيء ولا كذا. وأنا تجلت مكثت في الطائف حوالي 2 أسبوع وأنا لا أدري يعني ماذا أتابي إلى هذا المكان. والمشكلة الأكبر اللي كنت أفكر فيها، والدتي لا تعلم أين أنا، وأهلي ما يدرون أين أنا، وخالي ما يدرون. استنفروا في كل المنطقة، يبحثون في الآبار، يبحثون في المحلات، يبحثون في الغابات، لا يكون ديب ولا شيء ولا هذا من المنطقة ولا شجرية. آخر شيء جاء واحد من الطائف بعد هالأسبوعين و3 أسابيع رجع وقد شافني هناك في الطائف مع الجماعة اللي ركبت معاهم، فقال يا جماعة أنت تبحثون عن طفل أنا شفته معنا في ذهب معنا إلى الطائف في السيارة كذا وكذا، وهو يعني له جماعة وأكيد أنهم يعرفونه. خالي كبير القوم في هذه المنطقة كلف شخص معروف في منطقتنا اسمه ناصر بن جلال الله، وقال له وعنده سيارات، قال أذهب إلى الطائف وابحث لي عن هالولد هذا وجبه. وهنا رجعت وأنا فرح، يعني فرح وقلق. توقعت أني سأعاقب من خالي ومن والدتي، ولكن خالي أيضا كان عاقل فقال يعني ما بحث في الموضوع هذا إطلاقا. والدتي أيضا ما عاتبتني لأنها تعرف أني فعلا متألم الداخل، ومتألم حينما عرفت ألمها، وفعلا كانت متألمة كثير، واعتقدت أنني خلاص أني ما عاد لي وجود. فكانوا يقولون لها أن في طفل في سني يشبهني في قرية بعيدة عن قرية عن المكان اللي هي ساكنة فيه، فتذهب إلى هذه القرية تطالع في هذا الطفل. كان موقف مؤلم مؤلم لما أتذكر هالقصة هاي. تألم للوعة أمه في غيابه ودموعها يوم عاد إليها بعدما تفطر قلبها حزنا عليه. لا يزال الألم مختبئا في قلبه لما عانته أمه بسبب غيابه حيا. هذا الألم القديم لا يزال قادرا على استدرار دموعه حتى اليوم.